يا راغبًا في حصر فضل محمد خفِّض عليك ففضله لا يُحصر. إن قلت مثل الرمل أو مثل الحصى أو مثل قطر الغيث قلنا أكثر. أمة الإسلام، ذلك غيظٌ من فيض البحار الزاخرة، وشؤبوبٌ من عذب السحائب الماخرة، من أنوار وشمائل الرسول الأطهر صلى الله عليه وسلم، صاحب الهدي الأبهر والخلق الأزهر، الذي كلمه الله بأسمى المناقب وسوامق المجد الثاقب، وحباه أبهى الشمائل وأسمى الفضائل، فهي معينٌ ثر وينبوعٌ صافٍ متدفِّق، يرتوي من نميره كل من أراد السلامة في دنياه وأخراه، بل هي المنظومة المتألقة، والكوكبة المتلألئة، والشمس الساطعة، والسنة المشرق، والمشعل الوضاء. ولئن فات كثيرين رؤيته صلى الله عليه وسلم بأبصارهم، فإن في تأمل شمائله لعزاءً وسلوانا، فالمطبقون لشمائله إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله، مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله.